بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 188. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء: ويشترط في القاضي 10 صفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسلف المؤلف رحمه الله فيما سبق أحكام تولية القضاء وأنواع الولايات التي يزاولها القاضي بحسب ما يحدد له في التولية، وبين ما يجب على الإمام من تنصيب القضاة وتوجيههم وحثهم على العدل وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أمور مهمة ويترتب عليها مصالح عظيمة ويترتب على الإخلال بها مضار عظيمة. ولذلك ذكر في هذا الفصل ما الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي. نعم، قال ويشترط في القاضي 10 صفات. يشترط في القاضي أن يتوفر فيه 10 صفات، وكما أسلفنا أن هذه الصفات ما يشترط أن تتوفر كاملة في القاضي، وإنما تلاحظ حسب الإمكان والأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه، والله المستعان. نعم. قال كونه بالغا عاقلا. الصفة الأولى أن يكون مكلفا، أن يكون القاضي مكلفا بأن يكون بالغا، فلا يولى الصبي الذي دون البلوغ، وأن يكون عاقلا فلا يولى زائل العقل أو خفيف العقل، لأنه لا يحسن النظر لنفسه فكيف يحسن النظر لغيره، ولأنه يولى عليه فكيف يكون واليا على غيره. نعم. ذكرا. الصفة الثانية أن يكون القاضي ذكرا، فلا يجوز تولية الأنثى للقضاء، وإن رغمت أنوف من يريدون تحرير المرأة من الأحكام الشرعية. نعم. فإن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن أهم الولايات وأعظمها ولاية القضاء، فالمرأة لا تتولى الأمور العامة لأنها ضعيفة، ولأنها سريعة العاطفة، ولأنها لا يمكن أن تخرج إلى الناس وأن كما يبرز الرجل ويقابل الناس، فالمرأة ضعيفة في بنيتها، وضعيفة في عقليتها، وضعيفة في علمها، فلا تصلح أن تتولى الأمور العامة، وإنما قد تتولى بعض الأمور الخاصة اللائقة بها كتعليم البنات وتعليم النساء، وأن تكون داعية إلى الله، تدعو إلى الله في محيط النساء وفي محيط بنات جنسها. أما أنها تبرز للرجال وأنها تتولى المهام العظام التي قد يكون فيها ما لا تتحمله الأعصاب، لأنه يأتي مهمات لا يتحملها أعصاب النساء وتنهار النساء أمامها، وإنما يقوم بها الرجال. نعم. السلام عليكم. حرا. الصفة الثالثة أن يكون حرا،
فلا يجوز تولية الرقيق للقضاء، لأن الرقيق محبوس نفعه لسيده فلا يتفرغ للقضاء، وهذا يضر بسيده. نعم، مسلما. نعم، لا بد أن يكون القاضي مسلما، فلا يجوز أن يولى الكافر، لأن هذه أمانة. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه أمانة لا يجوز أن يولى عليها الكافر، وهي أيضا نظر في مصالح المسلمين، والكافر لا ينصح للمسلمين. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه صفات الكفار. فلا يجوز أن يولوا أمور المسلمين الخاصة والنظر في مصالحهم، لأنهم خونة، ولأنهم أعداء، ولأنهم يحاولون الإضرار بالمسلمين. والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، ثابكم الله. السادس: أن يكون عدلا. نعم، الصفة السادسة أن يكون عدلا، حتى مع كونه مسلما لا بد أن يكون عدلا، يعني متجنبا لفعل الكبائر التي تنقص الإيمان وتخل به وتضعفه، لأن الفاسق لا يؤمن. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز أن يكون القاضي فاسقا، لأنه لا يؤمن، ولأنه لا يقبل خبره، فكيف يقبل قضاؤه وفصله بين الناس. نعم. السابع: سميعا. والثامن: بصيرا. الصفة السابعة أن يكون القاضي سميعا، يسمع كلام الخصوم، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصوم فلا يتمكن من الحكم بينهم. نعم، سميعا بصيرا، يعني يكون مبصرا، يرى الخصمين وينظر إليهما حتى يعرف هذا من هذا. فلا يجوز على هذا أن يولى الأعمى القضاء، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يولى الأعمى القضاء، وعلى هذا عمل المسلمين منذ زمن بعيد، ولأن الحاجة داعية إلى هذا. نعم. التاسع: متكلما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وكان رجلا أعمى يستخلفه على الإمامة وعلى شؤون أهل المدينة. نعم، صلى الله عليكم. قال: متكلما. التاسع: نعم، الشرط التاسع أن يكون متكلما، يخرج الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، لأنه لا بد أن ينطق بالحكم، ولا بد أن يستفهم من الخصوم، والأخرس لا يستطيع هذا العمل. نعم. العاشر: يكون مجتهدا ولو في مذهبه. العاشر: أن يكون قد بلغ مبلغا من العلم يؤهله للقضاء، فإذا أمكن أن يكون بالدرجة العليا من العلم، بأن يكون مجتهدا مطلقا، يستنبط الأحكام من أدلتها، عنده أهلية لهذا، فإنه يجب أن يختار هذا النوعية من العلماء، لأن هذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى معرفة الأحكام. فإن لم يكن مجتهدا مطلقا فيكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه، بأن يعرف الراجح من المرجوح، ويحسن الاختيار من أقوال إمامه، ولا يكون مقلدا تقليدا أعمى، بل يكون عنده تمييز بين الأقوال، راجحها ومرجوحها ومتقدمها ومتأخرها، فيكون عنده بصيرة بأقوال إمامه، هذا على الأقل. نعم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
سبق لنا أنه لا يجوز أن يتولى القضاء بين الناس عموما إلا من ولاه الإمام. نعم. وأن هذا من صلاحيات الإمام. نعم. هذا في الأمور العامة. وأما في الأمور الخاصة يعني يكون بين رجلين خصومة فيختاران من يحكم بينهما فيجوز هذا بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه مؤهلا بالعلم يعرف الحكم الشرعي، فإذا اختاراه وهو يعرف الحكم الشرعي وعنده أهلية للقضاء صح ذلك، لأن الصحابة فعلوا ذلك، فجماعة من الصحابة اختصموا إلى بعضهم دون أن يوليه الإمام، وهذا لأن هذا حق لهما خاص بهما، فكيفما ترايضا على حله جاز ذلك إما بالصلح وإما بالحكم الشرعي. نعم. قال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، يكون كمن ولاه القاضي، لكن هذا في قضية خاصة بين اثنين، لا أنه يجعل واحد يختاره الناس أو يختاره أحدهم وهو ليس وليا للأمر فيكون قاضيا على البلد، هذا لا يجوز إلا بإذن الإمام. أما القضايا الخاصة بين اثنين فلا بأس أن يختار من يحكم بينهما بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه صالحا للقضاء، تتوفر فيه شروط القاضي العشرة التي مرت بنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. نعم. لما فرغ من شروط القاضي التي يشترط توفرها فيه، وكما قلنا إن هذه الشروط حسب الإمكان. نعم. ويولى الأمثل فالأمثل، فمن كانت الشروط فيه أكثر من غيره يولى على من كانت الشروط في حقه أقل، ومن كان أتقى لله يولى على من كانت تقواه دون ذلك، وكذلك من كان عنده شيء من العلم ولو قليلا يقدم على من ليس عنده شيء من العلم حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما هذا الفصل فهو في بيان الآداب المستحبة للقاضي والأخلاق التي يستحب للقاضي أن يتحلى بها، وليست شروطا وإنما هي مكملات. نعم. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. ينبغي أن يكون القاضي قويا في الحكم بين الناس ومهيبا من غير عنف، يعني من غير شدة وقسوة، لئلا يتجرأ الظلمة لأجل يهابه الظلمة، إذا كان قويا هابه الظلمة، وأما إذا كان ضعيفا فإن الظلمة يتجرؤون. نعم. لينا من غير ضعف. يكون لينا من غير ضعف لئلا يخافه الضعيف والفقير، يكون متواضعا ويكون عنده تقبل للناس من غير أن يخدع وأن يغرر به، فيكون بين القوة وبين الضعف، يكون قويا من غير عنف ولينا. ويكون لينا من غير ضعف. نعم. حليما. يكون حليما، لا يكون عنده غضب أو سريع الغضب سريع الانتقام، بل يكون عنده حلم، يتحمل ما يسمع من أذى الناس. نعم. ذا أنات وفطنة. ذا أنات يعني ما عنده عجلة وتسرع بحيث إذا سمع الكلام بادر إلى الحكم، بل يتثبت ويتروى ويسمع كلام الخصم الآخر ويتأمل ثم بعد ذلك يحكم، ولا يبادر بالحكم دون أن يتأنى في هذا الأمر، لأنه قد يخطي إذا تسرع، وقد يكون ما يسمعه من بعض الخصوم مؤثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في البيان وإن من البيان لسحرا، فربما يكون أحد الخصوم أبلغ في الكلام، فالقاضي لا يستعجل ولا تؤثر فيه البلاغة حتى ينظر المحق من المبطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه،
فإنما أقطع له قطعة من النار. فينبغي للقاضي أن يكون ذا تؤدة، يعني لا يتسرع في الحكم حتى يتأمل وحتى يراجع، حتى يراجع كلام أهل العلم حتى يكون على بصيرة. نعم. صلى الله عليكم. قال وليكن مجلسه في وسط البلد. كذلك من صفات ينبغي للقاضي أن يعدل بين الناس في منزله، يكون في وسط البلد حتى لا يبعد على الطرف الثاني، حتى يكون المجيء إليه متساويا من أطراف البلد ولا يشق على البعيد. نعم. وأن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه. هذا من آداب المجلس القاضي، إذا جلس للخصوم فإنه يعدل بين الخصمين في لفظه، فلا يكلم بعضهم دون بعض. نعم، في لفظه وفي لحظة بالنظر، فلا ينظر إلى أحد الخصمين ويعرض عن الآخر، لئلا يتهمه الخصم الآخر بأنه حائف مع الأول. نعم. ومجلسه فلا يجلس واحد في جنبه والآخر يجلسه أمامه، أو يجلس واحد على كرسي والآخر يجلسه على الأرض، بل يعدل بينهما في المجلس، فيجلس الخصمين متساويين في المجلس، ليس لبعضهما فضل على بعض، وإن كان بعضهم مثلا له جاه وله مكانة وله هيبة، فإنه لا يقتضي هذا أن يقدم على خصمه الضعيف، بل يعدل بينهما في المجلس، فيجلسان جميعا لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم. ودخولهما عليه. ولما تقاضى علي رضي الله عنه ويهودي إلى شريح القاضي، جلس علي رضي الله عنه مع الخصم، ولم يجلس على مجلس مترفع، جلس وهو الخليفة، جلس مع الخصم حتى حكم بينهما القاضي. نعم. قال في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. ودخولهما عليه، فإذا كان مثلا عند الباب حاجب، إذا اتخذ القاضي حاجبا ينظم الناس، ومع أنه ما ينبغي أن يكون هناك حاجب، لكن لو احتاج إلى هذا لئلا يختلط الناس ولئلا يحصل ضجيج، فجعل حاجبا ينظم الناس، فلا يأذن لواحد ويترك الآخر خلف الباب، بل يدخلهما جميعا أو يتركهما جميعا. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كذلك من آداب القاضي المستحبة أن يكون له مستشارون من أهل العلم يجلسون معه، وإذا أمكن أن يكونوا من فقهاء المذاهب الأربعة يحضرون مجلسه ويشاورهم في القضية ويتباحث معهم، فإن ذلك أتم وأحسن. نعم. ويشاورهم فيما يشكل عليه. نعم، يشاورهم فيما يشكل عليه من القضايا، فإن علماء المذاهب يكون عندهم معرفة في هذا الأمر، إن خفيت على أحدهم فإنها تظهر للآخر، ويتعاونون على ذلك. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. هذه من الصفات التي ينهى القاضي عنها، لما ذكر الصفات التي يتحلى بها القاضي ذكر الصفات التي ينهى القاضي عن التحلي بها والتخلق بها. نعم. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لأن هذا قد يجره إلى الحكم الجائر والانتقام، فإذا غضب فإنه يمتنع عن الحكم حتى يزول عنه الغضب، لأن الإنسان بشر، وإذا غضب ربما يحمله غضبه على الجور والانتقام. أما إذا كان الغضب يسيرا هذا لا يمنع، لأنه قل من يسلم من الغضب، فإذا كان الغضب يسيرا فإنه لا يمنع الحكم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قضية الزبير وخصمه الأنصاري، لما قال له الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، ظهر أثر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حكم فعدل بين الخصمين. فإذا كان الغضب يسيرا فإنه لا يمنع، لأنه قل أن يسلم
من الغضب اليسير أحد، وهذا لا يجره إلى الجور. نعم. أو حاقن كذلك لا يحرم عليه أن يقضي وهو حاقن للبول، لأن هذا يؤذيه البول، فربما يتسرع في الحكم من أجل التخلص من الخصمين ليقضي حاجته، فإذا كان كذلك فليؤجل القضية. نعم. أو في شدة جوع أو عطش. نعم، وكذلك وهو يدافعه الغائط أيضا لا يحكمه في هذه الحالة، كما أنه لا يصلي الصلاة الفريضة وهو في هذه الحالة حتى يذهب ما يشغله. نعم. أو في شدة جوع أو عطش، ولا ويحرم عليه أن يحكم وهو في شدة جوع، لأنه يتوق إلى الطعام، فربما يتسرع في الحكم من أجل أن يذهب إلى الطعام أو الأكل. نعم. أو عطش وهو عطشان عطشا شديدا، فلا يحكم في هذه الحالة، لأنه لا يؤمن أن يحمله العطش على أن يتسرع في الحكم ويخطي في ذلك، فيؤجل القضية إلى أن يزول هذا العارض. نعم. أو هم، أو أصابه هم بأن بلغه خبر أهمه وأفزعه، فإنه يؤجل الحكم إلى أن يزول هذا الهم لئلا يخطي في حكمه. نعم. أو ملل أو كسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعم. أو ملل أو كسل، أو يكون عنده نوم أو فتور ولا يتحمل الجلوس، فربما يحمله ذلك على التسرع في الحكم والخطأ فيه، فلا يحكم إلا وهو في حالة مستقرة وهادئة. نعم. أو نعاس. أي نعم، أو نعاس أو برد مؤلم، أو يحكم وهو يقاسي من برد مؤلم أو حر شديد أو حر مزعج. نعم، فإنه حينئذ لا يحكم في هذه الحالة المزعجة حتى يذهب عنه هذا العارض لئلا يخطئ في حكمه. فالحاصل أنه يجب أن يكون القاضي حال حكمه مطمئن البال، نعم، مرتاح النفس، ليس عنده شيء من المزعجات والمكدرات. والتي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي أمثلة، إنما هي أمثلة. نعم. قال وإن خالف فأصاب الحق نفذ. لو خالف في هذه الأحوال وحكم، حكم وهو غضبان، حكم وهو جائع وهو عطشان، حكم وهو في شدة برد، حكم وهو حاق للبول أو غير ذلك من المؤثرات، فإن أصاب الحق نفذ حكمه ويكون آثما، هو يكون آثما هو في أنه حكم في حالة لا يشرع له الحكم فيها، لكن ما دام أصاب الحق حصل المقصود فينفذ حكمه مع الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته. نعم، ومما يحرم على القاضي أيضا قبول الرشوة، والرشوة هي ما يدفع للحاكم من أجل أن يحكم بباطل، من أجل أن يحكم للخصم بغير حق، أو يحكم على المظلوم فيأخذ حقه لغيره، فهذا المال الذي يدفع له من لهذا الغرض من أجل أن يحكم بغير الحق هذه رشوة، وهي السحت. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال يعني الموظفين غلول، يعني سواء كانوا قضاة أو غيره، فالعامل والقاضي لا يهدى إليه شيء إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته من أصدقائه أو إخوانه، وبشرط أن لا يكون له قضية، بشرطين، يعني يجوز للقاضي أن يقبل الهدية بشرطين. الشرط الأول أن تكون ممن كان يهاديه قبل ولايته، أما إذا كان ما يهاديه إلا بعد ولايته فلا يقبلها، لأن هذه رشوة صريحة. الشرط الثاني أن لا تكون لهذا المهدي خصومة عند القاضي. وعلى كل حال فكونه حتى هذه المسألة كونه لا يقبلها، ولا ممن كان يهاديه وممن ليس له خصومة كونه لا يقبلها
أحسن له وأبعد له عن التهمة. وعلى كل حال فالرشوة وبال وخراب للمجتمع، والرشوة تكون للقضاة وتكون للموظفين وتكون لعمال الزكاة وتكون لغيرهم ممن تولى شأنا من شؤون المسلمين العامة، ممن يتولى شأنا من شؤون المسلمين العامة، فلا يجوز له أن يقبل الهدية سواء سميت رشوة أو هدية أو تعب حق تعب أو غير ذلك، أو ما يقولون حق الشاهي أو ما أشبه ذلك، فالأسماء لا تغير الحقائق. نعم، تلونت كثيرا الرشوة يا شيخ، أحيانا حتى قد تكون الدعوة إلى وليمة من ذلك تدخل فيها إذا لم يكن من عادته أنه يدعوه ودعاه خاصة، إذا دعاه خاصة ما يجوز له. أما إذا كانت الدعوة عامة وليمة زواج أو وليمة عامة ودعاه مع الناس فهذا لا يمنع، لكن أنه يدعوه خاصة ويعمل له وليمة لا، ما يقبل هذا. طيب، أحيانا قد يكون بعض أنواع الرشاوى هينا على العامل والقاضي تركه، لكن بعض المرات يهدون له سيارة 600,000 500,000 سمونها إكرامية. هو لو الهدية لو هي شيء يسير أو كثير، أو الكثير أشد، الكثير أشد وأفظع، لكن حتى ولو كانت شيئا يسيرا لا يجوز، حتى ولو خدمك وجاب لك ماء وانت جالس وانت تعرف له خصومة ولا له شيء لا تقبل هذا، لا تخليه يجيب لك ماء ولا تخليه يفتح لك الباب، لا تخليه، خله على جنب، لا يقدم لك أي خدمة ما دام أنه له خصومة. فالواجب على الموظفين والقضاة وولاة الأمر أن يحذروا من هذه الأمور، فإن الأشرار يستميلونهم بهذه الأمور ويسمونها بغير اسمها، يقول هذه حق لك علينا، هذه نبغاها تخدمك أو ما أشبه ذلك، وهذا نبي الأجر من الله عز وجل إن تقرب إلى الله بخدمتك وما أشبه ذلك من التملقات. فمن ابتلي بالمنصب فإنه يحذر من هذه الأمور، ما غاية الحذر، ولا يفتح للناس بابا عليه أبدا. نعم، ثابكم الله. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. وحتى ما نسمع إن بعض اللي يشتغلون بالأراضي يجول عند الموظف كاتب العدل ولا غيره يقول والله هذه أرض زينة نبي نجعل لك يعني نصيبا منها، معنى نصيب علشان يسهل معاملاتهم وينجز معاملاتهم، وهم يظهرون له المودة وأنهم يحبونه ما هم من أجل الوظيفة ولا، لكن يحذر من هذا، يحذر من هذا ما دام إنه على رأس العمل فلا يقبل من الناس أي شيء. نعم، أسلم لنفسه وأبرأ لذمته، ما في شك، أبرأ لذمته وأسلم لنفسه ولعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، والإنسان بشر مهما كان. نعم، أثابكم الله. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. نعم، إذا كان الحكم بشهود فلا بد من حضورهم وسماع شهادتهم، ولا يكتفي بكتابة شهادتهم أو تحميلها لأحد، لا بد من إحضارهم واستنطاقهم. نعم، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه إذا كانت عنده خصومة، إذا كان عنده خصومة مع أحد فإنه يكون كجملة الخصماء، يذهب إلى قاض آخر ويجلس معه خصمه، لأن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد لما كان بينه وبين بعض الناس خصومة ذهب معه وجلس أمام القاضي على السواء. نعم، ولا لمن فلا يحكم لنفسه، وإن كان يرى أنه صاحب حق لا يحكم لنفسه بل يولي الحكم لغيره. نعم، وكذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له كولده وزوجته ووالده. نعم، لأنه متهم في هذا. نعم، ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل. الأصل أن الخصم يحضر، الأصل
أن الخصم يحضر بين يدي القاضي، لكن إذا كان هناك عذر يمنعه من الحضور فإنه يوكل من يحضر بدله. مثال ذلك غير البرزخ، يعني المرأة المخفرة الشابة التي لا تبرز للناس وصار لها دعوة، فإنه لا يستدعي الأمر حضورها، بل توكل من يخاصم عنها. وإذا احتيج إلى يمينها يرسل القاضي من يحلفها، وكذلك المريض الذي لا يستطيع الحضور بنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا النص أتيت عليه شيخنا، قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. نعم، جزاكم خيرا ونفع الله بكم. إخوتنا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.